لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ضاقت يا ابو فاضل فيا في الغادرية وشوف بين خيامنا تحوم المنية كني أشوف حتوف وعمار قريبة وكان القضاء نازل يسر داب الكتيبة باجر على راسي أنا دور الحريبة وهالبيت هاللي مجتمع كله عليا وقصد الأعادي من عضيدك يا بالأمجاد وسام المنية وطاعة الفاجر بن زياد وحتم المنية بينها وبين الأمراض ويدرون أخوك حسين ما يدوس الدنيا لكن يا ابو فاضل يا خوتك قوضوا شي وانا تركون بهالفضاء والقوم والخيل ردوا بسلامتكم يا خويا بأول الليل وسلم على محمد وقال له يا ابن الأمجاد لا تنقطع بعدي من بعد الوفاة وانا علي بهالفلا يا خوي ميعاد اندبح واختك تنسبي وتركب مطية قال له يا ابو سكنة تركت القلب دايب هادي يا عمة من علامات المصايب لا وين نتوجه مجبل يوم عاشور أرجع وأشوفك حاير ونتحدث الناس خاف المنية وعاف أخوه حسين عباس وش عاد لا قطع كفوف وفضخة والراس هاي السعادة دونها حتوف المنية